السلام عليكم ورحمة الله، معاكم ايديكس في مقطع جديد مقطع صورة مقطع. اليوم شباب عندنا خطة محكمة. خطتنا اليوم اني اريد اللي يريدوني امس اريد العرب قالوا لي الرومان امباير ما ادري ايش اللي قالوا لي ادفع ضرائب. انا قلت لهم لا، فريدوني اوف لاين مو اوف لاين، انا كنت افتر. بس المهم فخطة اليوم لما تدرون اني اجمع بيس ارجع الطاولة حقتي اللي موجودة هناك لساتها، يبقى لساتها الطاولة هناك بس كسروا سليبنج باك حقتي. فراح اجمع موارد كثير، احصل على الجاك هامر، ابني بيس، ارجع اغراضي واريدهم وانتقم منهم. هذه هي خطة اليوم. بس تنسوني من لايك والاشتراك، وبرضه شكرا للمنتسبين في القناة، شكرا الله يعطيهم الف عافية. معنا منتسب جديد اللي هو جي اي جي اي تي في، شكرا لانتسابك وشكرا للشباب المنتسبين. اوكي بيس طايح دي كي في الجهة الثانية من الماب. اوه متريد يا اخي، هذا مو طايح دي كي، يب ما في. اوه بس عندي تي سي، فليش متريد بثبت مكان التي سي؟ بس لحظة اقدر اشيل هذه، يب فري ريبير بنش واي نوت. ليش عرفت انه متريد على طول انه بثبت مكان التي سي؟ مستحيل في لعبة راست الا شخص مجنون يحط التي سي في منتصف البيت. فا اوه في احصنة، نايس البيس اكتف. ان شاء الله ما يطلع بس يسبريني من السطح. البيس اكتف، اثنين احصنة الطماع، مو عنده واحد بس. شكله بدير مصنع مزرعة سكراب. حرفيا افضل شيء تسويه لو كان عندك حصان، افضل شيء تشتريه مو الحذاء، يب البيكلز او المخلل، اتوقع ان هذا صح ترجمه البيكلز المخلل. المهم المخلل حرفيا افضل شيء تطعمه لاحصنتك لانه رخيص. تخيلوا 6 مخلل 1 سكراب، يعني 60 هذا كل المخلل بس سعره 10 سكراب، ومع التوصيل من اوت بوست يعني سعره يوصل 30. حرفيا افضل شيء تشتريه للحصان، راح يعبي لك السمن حقته في نفس الوقت رخيص مره رخيص. فهذا الشيء مره حلو انك لو كان عندك حصان انك تشتري بيكلز كثير، مو بس 10 تشتري ستاك 60، وبرضه تصنع الحذاء، يعني الحذاء برضه رخيص. ادري ادري اسمها بالعربيه حذوه حصان مو حذاء، ادري ادري بعض الناس راح تتنرفز لما اقول حذاء الحصان حذاء، ادري ادري تراها حذوه. اوكي خلصت البيت زي ما تشوفوا في الثلج، ادري الجو بارد مره برد، بس يا اخي ليش؟ او ماي جاد يا اخي ما عندي اصلا موارد. راح اطور خشب حديد، خشب مؤقتا. اكثر شيء غلط دائما اسويه في حياتي في راس اني احط تي سي في مكان غلط بسبت ان الظلام ما اشوف في اي شيء. اتوقع اني اصنع كام فاير حتى اكون سيف، ما احط التي سي في مكان غلط. ويبغالي افرم هذه زي ما تشوفوا منطقة، وبعدها افرم ستون وسولفر حتى اصنع البوم بوم بسرعة زي ما مثل ما تعرفوا. وبرضه يبغالي اجيب الطاولة والافران من بيسي المتريد. واو يا جاك هامر، حرفيا افضل بداية، دائما اقول لكم في مقاطع افضل بداية تبداها في رست يكون عندك اداء حلوة. بيكاكس هاتشيت مشي، ايس بيك واكس حلوة، بس يكون عندك جاك هامر ومنشاره بالذات للجاك هامر اسرع بداية، حرفيا اسرع بداية في لعبة رست لما يكون عندك ادوات مثل الجاك هامر والمنشار. والله ايزي فارم حرفيا، افضل من يكون عندك ستون بيكاكس تفرم وما تعطيك كثير وتنكسر. الجاك هامر على طول تا 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 تا. حرفيا انصحكم انك تشتروا جاك هامر في كل بدايه في كل سيرفر. اوكي وصلنا للرومان امباير او الامبراطوريه الرومانيه، ناس غريبين والله. هذا وبيسهم، بس اشيك على بيسي اول شيء. حرام يا اخي المكان مره مليح، الديزاين مره حلو، بس حطوا تي سي ومقفلة، فيبغالي اني اكسر التي سي حتى اجيب الجراجر والبطارية والفرن والطاولة. ترى مرة اف ام بي هذه الاشياء، كويس اني ما فتحت الباب، لانه والله لو فتحت الباب راح يجدوني وراح يشيلوا الطاولة. يبغالي وات ذا هيل، تشوفون بيت العرب؟ اتوقع انها ذكر ريد بيس، مدري كأن الدرج وسلم وفاونديشن شيء غريب والله. لحظة بس لا تقولي مفتوح من الخلف، او في لادرات بس مو مفتوح، يمكن مفتوح من السطح. نوب ما متريد. اه ماي جاد تريدوا العرب شكلهم.
ما ادري، احس انه تريدوا. حرام تريدوا، في شخص ريدهم سولو كيلوك. اوكي العرب تخلصنا منهم، تريدوا بس. لا تقول لي هذا هو نفس الشخص اللي ريد العرب. لازم اصنع الدي بي باسرع وقت، لازم ارجع البيس اجيب بايب، اجيب لي طاولة الاثنين، اصنع دي بي واروح اكاونتر هذا الريد ضروري. اوكي بس لحظة، اكيد يعني استل الحجر مهم، بس لو اصنع دي بي بسرعة ارجع اكاونتر هذا الريد بسهولة. يب زي ما تشوفي يا شباب، معاي باثنين بايبس راح اصنع يوكي، يعني هذا عندي طلقتين هاند ميدز، اروح للطاوله الاثنين اسوي ريسايكل للشيت حتى يكون عندي حديد، اصنع دي بي اروح كاونتر اجلده اخذ اي كي اخذه. لساته موجود في طاقه مع ان كسروا، ترى هم كسروا السولار بانل او حقه الطاقه الشمسيه، بس لسات موجود في طاقه. يا حرام ما اقدر احط في هذا اللوت الزايد لانه في احتمال كثير بس راح اموت. بس المهم عندي هان ميتشيل، عندي دي بي، راح اروح اكاونتر بالحصانه بسرعه، ضروري بسرعه ترى، لان لو يشوفني وعنده ايكي راح اندعس. فا اوكي دي بي جاهز، راح احط اللوت في هذا المكان ارميه احتياطا لو اموت وبس. يلا ليتس ويت. ميت، اثنين جثث. اوه في لوت، اولي في لوت، او في اسلحه. او ماي جاد يا اللوت. سيرفر مود اقصد سيرفر اوفيشال. هولي بولتي كمان، وات 1000 سولفر، 55 هايكول، 4 لابتوبس. شيء غريب عنده من جرين ايد لانشر فيها 8 اكس بس. اول تيك ذات نايس، احتاج كل هذا اللوت حرفيا. برضو حديد، خاف. او شيت في بربوت. ايش افضل الكلوس رينج ايدكس، ام بي 5 ولا دي بي؟ اتوقع ان لا لا ام بي 5، ام بي 5 افضل من دي بي. دي بي خايس، هاند ميدز برضو مو بوك شوتس او انسنت ايما. خاف انه في اي لحظه يبوشولي، بس في نفس الوقت ابي اهرب يا اخي. اللوت مره حلو، ابغاه في بيسي. لو اقدر اهرب اسوي ديبو ارجع اكمبر، تكون خطة سريعة. شوف الكومبوننتس، اوه ليش لازم اهرب ضروري. كيف اهرب ما ادري. اوكي ايديكس، اتوقع ان هذه الفرصة الذهبية، اخذ افضل لوت اهرب وبعدها ارجع. يب دونت بي جريدي، لا تكون طماعة في لعبة رست، ضروري لا تكون طماعة مثلي انا، لا تكون طماعة. يا اخي الرايفل باديز اوكي. That's it. بسرعة بسرعة. اوكي. راح اخذ الحصان بسرعة، ارجع بيسي، اسوي ديبو وارجع، لان اكيد راح يرجع بموت فجيرات وراح يخلصوا على البيس، اكيد. بقالهم المين لوت روم حقت الدي سي، هذا هو السبب. ادري شيء حقير مني بس راح اكمبر بالفول هيفي، الفول هيفي حصلتها في البيس، انا مو صنعتها من البيس، انا مو لها درجة حقير. راح اكمبر بالفول هيفي. لو رجعوا اوكي جلدهم، بس لو ما رجعوا راح الوت كل شيء باقي وراح ارجع بيسي، لانه وين وين في النهايه. بس حاليا راح اكمبر لي شوي، يمكن 10 دقائق ما ادري، حتى يمكن يرجعوا متفجرات ما تدري. ابلع بس. اوه عنده اي كي، حسبت ان اي كي ترى من من صوت اقدامه، حسبت ان اي كي. اسمع اوه ماي، كان بيكسر الجراج دور. اوه ماي، جاب 140 اكسبلوس فيما حتى كسر الجراج دور. يا ايديكس لا تكون طماع، اختار افضل لوت واهرب. ما احتاج تشاركل كثير انا، بس برضو احتاج، لان عندي افران كهربائية. يلا بدون طمع. نايس، ادري في بعضكم راح يقول لي يايدكس ليش ما تكسر الجراج دور وتسيل، اقول لكم لان انا طماع. في نفس الوقت ما تدري، يمكن يكون عنده ستاش بدي بي وانا ريد باو باو يجلدني وياخذ كل اللوت احتياطا يعني.
وانا برضو احتاج كل هذا اللوت، تراني فقير بس 2 باي 1. اوه لي شوف اللوت نايس. سمعت صوت متفجرات في نفس البيس، يعني لهالدرجة هم يبون هذاك البيس متريد لهالدرجة؟ هذا وصلت. سمعت صوت متفجرات، فهل لوت وهربوا؟ هل لوت وموجودين؟ خمن. توقع انهم هربوا بس احتياطا راح اسوي كراود. اوه لساتهم موجودين. سيلوا سيلوا بابواب. فول هيفي وعنده اي كي. هولي مقطع كامل وانا برعاية هولي هولي. مشكلة ان عنده فول هيفي يا اخي، فول هيفي مرة قوية وبالذات عنده اي كي. ما في تي سي. وات؟ لو حط تي سي فوق البيس واسوي ديمولش يا اخي لا تفجعني. بس ما في اشجار، يبغالي اصنع صخرة وافرم بالصخرة اصنع تي سي وبعدها اسوي ديمولش للحائط حقه، الحائط الهيلث لو مرة لو. بس اخاف انه يطلع لي وانا افرم. ما عندي كفاية حق تي سي بسبب ان الصخرة مرة خايسة لما تكسر. اوكي اوكي ريلاكس ريلاكس، راح ارجع بسيماي راح ارجع بسيماي. يا فول هيفي يا اخي راح ارجع بسيماي، بس لازم بسرعة لازم بسرعة. سيماي هازمات وعندي ابر، ما عندي ابر، حسنا بانجز كثير بس لازم ارجع بسرعة. هذا وفول هيفي برضو ابلع بس. اي كي نايس. شوفوا لازم اهرب. هولي او ماي جاد اللوت. تعرفوا كمية الحظ اللي كان عندي في هذا الفايت؟ لو ما ركزت هو كان لابس فول هيفي، بس قبل ما اطلق طلق حرفيا شال الفول هيفي حتى يركض بسرعة. المسكين خسر صواريخ اي كي ال ار اي كي 200 هاي كواليتي. اوه يا اخي حرام. اوه بس لحظة، بالصواريخ والاكسبلوسيف ايمو اتوقع اني اقدر اريد مارغريتا. مارغريتا اللي امس سرق مني حصاني، مارغريتا اللي امس كمبر لي في سور برانش. يب فكرة ذكية اني اريد مارغريتا، صح والله فكرة عبقرية. راح افكر في هذا الموضوع وجهز المتفجرات اللي هي اوريدي عندي. ممكن ارجع اسوي فيزيت لمارغريتا ممكن. اوكي في شوت جن تراب، هذا يعني ان في شخص اكتف، هذا يعني اروح ادعس. اوكي ما ادري يمكن ادعس. المهم هذا هو البيس. يبقوا شوف السيارة، والله كول سيارة يا اخي، بس الوضع انها محترقة. المهم تويك، هذا باد ساين، اشارة سيئة موجود في تويك. بس السايرن لايتس اشياء غريبة، اخاف اني انزل يكون في تراب. بس اوكي بيس مرة غريب يا اخي. اوكي ما راح اطيح تحت، ما عندي لادرس. لازم يكون في شوتجن تراب في مكان غبي يا اخي، بس انا اشوف لو في جثة هذا يعني انه في الاغلب في شوتجن تراب. بس برضو انه ما عندي لادرز فتكون شيء غبي اني انزل تحت صراحة، شيء مرة غبي وانزل باي كي وهازمات وفي شوتجن تراب تحت. رسبا هذا يعني انه البيس حقه. تخيلوا انه يطلع شوتجن بيس تراب، عارفين اكثر شيء مطلوب في حياتي في قناتي اللي هو اني اسوي تراب بيس. عارفين دايما الناس يقولوا سوي تراب بيس وانا لا، الى الحين ما سويت اي تراب بيس. هل الناس راح يجيبها الفكرة تراب بيس؟ ما ادري. تراب بيس يا اخي يبغالها يا اما تفريم كثير يا اما ادخل في سيرفر زبالة 2x. اوه شوفوا شوفوا قطع السيارة. اوه نايس يضربني سيارة حلو.
المهم يا اما افرم كثير في سيرفر اوفيشال حتى ابني تراب بيس واتعلم البي بيز، او ادخل في سيرفر 3x 2x سيرفرات الايزي سيرفرات المانوب هذه. او يب وقلت لكم انا اركز لو في جتة فالاغلب انه في شوتجن تراب، ما عنده شيء مسكين. يا حرام. اوكي بدون تشتيت انتباه ارجع اجيب متفجرات اروح ادعس مارغريتا، هذه الخطة. That's it. تدرون ان الاكسبلوسيف ايمو يستخدم السايلنسر هو الرصاص الوحيد اللي له صوت معين، الاكسبلوسيف ايمو مع السايلنسر، لان لو ضربت سايلنسر كاتم صوت، مع الاي كي ما راح يسوي اي صوت، مع السيماي ما راح يسوي صوت، مع اي سلاح ما راح يسوي اي صوت كاتم صوت الا لما تستخدم الاكس رصاص المتفجر. السلاح راح يسوي صوت مميز. فانا دائما انصح الناس اللي تريد باكسبلوسيف ايمو لا تستخدم كاتم صوت، لان الكاتم صوت هو اللي راح يفضحك، هو اللي راح يقول لكل الناس في المنطقه تراني اريد باكسبلوسيف ايمو تعالوا كونتروني. فلا تستخدموا كاتم صوت مع الاكسبلوسيف ايمو، لا انصحكم ابدا. أوفلاين ولا أونلاين I don't care، ما أهتم. رح أريده رح أرجع حصاني اللي أمس سرقه مني، بس واضح إن الحصان مات لأن ما في صوت حصان في الداخل، فهذا هو انتقام إنك تكمبر لي في السور برانش. هيلث أتوقع عندي لا ما عندي كفاية. هذا هو مارغريتا زي ما تشوفه. هذا السيمي بيستل اللي كمبرني به، اللي قلت عني وانا في القارب لو تتذكروا. ادري منكم راح ينصحني يقول يستخدم الساتشل، بس اقولكم انتو مو اذكياء، لان الساتشل هذا للتي سي، اكسر الباب بالحاجة هذا اثنين يعني بهاتشت ولا ببيكاكس، استخدم الساتشل على التي سي ما اضيعها في باب هذا اثنين. حلو يب تي سي مقفولة، كويس اني ما استخدمت الساتشل. ابلع بس. ادري اوفلاين ريد حقارة، بس وش اسوي يعني، ما راح انتظر يرجع اوفلاين اونلاين حتى ريده. وبرضو اهم شي في ريد انك تسيل، لو ما تبي تخسر ريد انك تسيل. في البعض راح يقول لي يا نوب يا جبان، بس ما اهتم صراحة، هذه هي طريقة لعبي. انا ما غبي راح اطلع واسيب الباب مفتوح حتى اي شخص بدي بي يطب لي ويجلبني. اي دي بي انسند ايمو. المهم لوت سيء. بس سويت انا هذا الريد مو على اللوت. والله يا اخي اللوت مو مرة حلو، بس حلو كومبوننتس كثير، اقدر اسوي له ريسايكل، اجيب طاولة ليفل 3. هذه هي جماعة أفضل الأشياء في الصندوق هذاك. وبرضو في التي سي في موارد كثير، مو كثير بس موارد. طبعا المسكين معه كان عنده أسلحة، بس مثل ما قلت لكم الريد هذا مو ريد على اللوت، الريد هذا ريد انتقام، مثل أغلب ريدات راس. طبعا شوف التي سي 3000 سولفر حجر نايس. وبرضو لازم أنسى أني أسيل هذا المكان لأنه يقدر يطب لي، بسبب ان هذا هو بابه مو بابي. راح اسوي لي دبل دور في هذا المكان وراح ابدا في نقل اللوت. والله اليوم مره حلو، ما تريدت، ما كان برلي اشخاص، حرفيا دعست كل شخص جاء امامي، ما اندعست، يوم مره حلو. شوف اللوت، هولي شوف اللوت، اول يوم. ادري ان السيرفر له فتره ومويب، سبت ان اغلب السيرفرات راح تويب، وايب شهري راح يكون يوم الخميس القادم، فاغلب السيرفرات الصراحه يعني ما اكذب عليكم الصراحه ميته. هذا السيرفر فيه زحمه قليله شوي، بس اغلب سيرفرات راست يعني اللو بوب صايره حاليا، هذا السبب انك ما تشوف كلانات. بس يا اخي ابغالي اشيل الباك حتى احط وش اسمه صناديق زياده، لازم ابني التراينجل. عارفين يوم ستوري يا اخي، ترينجل حتى احط صناديق زياده.
اوكي، الشخص اللي ذبحني اتوقع انه الذبس الصغير هذا هو بيس ذبح فوت 2 باي 2. هذا هو اللي قتلني، اسمه ريزيك. وكيف عرفت ان هذا هو بيس الصغير مو الكبير؟ بما ان حصاني موجود حرفيا في بيس هذا في مقدمة البيس هذا الكبير. هذا هو حصاني، ترى سرق لما ذبحني. كيف؟ بسبب تحقيقات كونان. شغل نمرة كونان. اوكي، تراني غبي بالمونتاج، ما اعرف احط نمرة كونان. المهم، وكسول مو غبي، لان كان فاير شغالة، وفي نفس الوقت اللي ذبحني كان عنده كروس بو واشياء خايسة رماها. فهذا يعني ان الشخص كيف بادي في السيرفر، مستحيل شخص كيف بادي بالسيرفر عنده كروس بو يكون يساك في ذاك البيس. اكيد سوى 2 باي 2 على السريع، وانا كان عندي تايمر وبنى هذا 2 باي 2 وساب الكام فاير شغالة، وحاليا هو جبان خايف زابن. هذه تحقيقاتي، ما ادري صح او غلط، والله ما ادري، بس هذه تحقيقاتي الخايسة، يمكن صح يمكن غلط، ما ادري. اوكي، طورت بيسي، بس والله اشك ان هذا بيس يا اخي، اشك. الباب مفتوح صح، بس اشك. طورت بيسي حتى ما يصير الشيء خايس مثل هذا، لان بسبب تخيلوا طلعت انا وعندي لوت كثير، طلعت في الباب وانا اسوي التويك، كان عندي لوت كثير يا اخي، كان عندي اي كي واشياء كثيره، حرام. ما لان ما كان عندي مساحه احط اللوت، لاني كنت مره غني. خسرت ليك، خسرت ليك، راح اجيبها، اتس اوكي راح اجيبها. بس حاليا كل شيء تمام، طورت بيسي، اتوقع اني راح اكمبر لهم في هذا المكان حتى يطلعوا من بيسهم، لان انا متاكد هم اونلاين يا اخي، متاكد، عندي احساس. ما ادري مكان التي سي بالضبط، بس موجود في هذا المكان بير راك، فعلى الاغلب انه في تي سي، ما ادري والله ما ادري. او في سي في سياره، او شي يا اخي، ايش الخياسه. اوكي نيكد، هولي، شوف ال وات، منين جاب هذا اللوت؟ 500 لوجرد، 500 كلوت، احتاج الجيرز حتى اصنع كراج دورز، شوت جان تراب، وات ذا هيل. اه يا اخي، طلع مو نفس الصاحب، يب طلع هذا صاحب البيس مو هذاك اللي قتلني، حرام. او شيت، شكله يدعي علي. والله ما ادري يعني، والله ما ادري، حسبت ان هذاك بس عندك كود لوك، فهل غير اسمه او هذاك الشخص مكمبر في الداخل اللي قتلني؟ في احتمال، بس ابغاه يطلع بس حتى اشوف اسمه، هل هو نفس الشخص او يمكن في شخص ثاني بما انه عندهم كود لوكس. والله ما ادري، قاعد اسوي اعذار لاني مكمبر لهم دي بي يا اخي. انا كمبر له، وش اسوي؟ او شيت، في شخص برا، في شخص بوت. اوكي لازم، يب الا سيارة هتكسر، او ماي جاد، نظام فاست اند فيوريوس. اوش شي، اوكي حسبت روحي راح اموت، هربت من هذاك المكان، نظام فاست اند فيوريوس. بس والله حلو، اخذت لوت كثير، اللوت هذا احتاجه حتى اصنع جراجات دورج واشياء كثير. سيارة راح تكسر، يا شباب زي ما تشوفوا اليوم سويت اشياء مره كثير، طورت بيسي، بنيت بيسي، جبت الطاوله ليفل 2، جبت لوت خرافي حرفيا كاول يوم، هذا اللوت خرافي ابدا ما تحصله كاول يوم يكون عندك اللوت ذا كذا، واو. فراح احط لي جراجات دور زياده، وعلى اغلب اني راح اروح اوف لاين. في ناس كثير تسالوني يا ايدكس ليش لا سبت اغنيه الاوترو هذيك متاع ستاي ديد وما ادري ايش، اقول لكم سبت رمضان، واكثر شخص قال يسيب الاغنيه في رمضان وكذا. المهم، ففي رمضان راح اسيب اغنيه الاوترو بس في رمضان، بس بعد رمضان على الاغلب اني راح ارجعها. بس شكرا على المشاهده، سوني من لايك والاشتراك، كان معكم ايدكس، اشوفكم على خير، السلام عليكم.